مشكلة البنكرياس أعراضه بنسميها دايماً فيج، يعني ملهاش عرض محدد. أورام البنكرياس، البنكرياس عموماً محدش يعرف عنه حاجة. تشخيصه إن إحنا نقول ينفعله عملية فعلاً اتطورت جداً جداً، مش هيدي أعراض غير ما يوصل لحجم كبير قوي، وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي. عشان استأصل المنطقة صعبة شوية، والعملية تبان إنها تخوف شوية، لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95%. الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، عميد المعهد القومي للكبد سابقاً، زميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. أهلا بكم، واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق، سواء في الناس الحلوة أو الدكتور، هي الحلقة أو الجزء القادم. بلا شك نوع معين من العلم هو الأرقى، الأكثر تفصيلا والأكثر كمان يعني قربا للتقدمية الكبيرة في عالم الجراحة، جراحة البنكرياس. فالنهاردة هتستمعوا لحوار خاص زي ما قلت لكم على أرقى مستوى، ضيف من يعني من الضيوف اللي بنفتخر بوجودهم في الناس الحلوة، بنسعد جدا في استقباله، لأن احنا من قدام قيمة جراحية على أرقى مستوى، مش بس في مصر، في الوطن العربي، واسم عالمي قدير بيبقى دائما يعني وجوده في الإعلام إضافة هائلة أكيد، لأنه نقلة لأرقى أنواع الجراحات والأساليب الجراحية إلى الشاشة بشكل مباشر. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعة الكبد، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة آيسم بألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية، وعميد معهد الكبد السابق. ضيف العزيز القيمة الجراحية القديرة، أهلا بك أستاذ. أهلا بحضرتك. السؤال الأول، كلمة العنوان، يعني إيه ما نقول أول مرة نقترح هذا العنوان أسرار النجاح، ماذا نقصد به؟ عملية ورم رأس البنكرياس بالذات عملية كبيرة بيسموها الويبل. لما نشرحها للناس، الحاجات اللي بنشيلها، يعني دايما عام بعد ما اشرح له العملية يقول لي طب وهيبقى ايه وانا هعيش ازاي. لكن لما نعرف ان نسبة نجاح العملية دي تتعدى 90%، 95% نجاح العملية، معنى نعمل العملية ويعني يخرج بالسلامة ان شاء الله. 95% ده تقترب من ايه، من المرارة، من يعني من الحاجات يعني. بس عشان نوصل للرقم دوت الحقيقة محتاج شغل كتير قوي. يمكن نقسمه حاجات هنعملها قبل العملية، بري اوبراتيف، وحاجات جوه العملية اوبراتيف، وحاجات بعد العملية بوست اوبراتيف. الجراحة كلها هي ما قبل بري عملية اوبراتيف، ما بعد بوست اوبراتيف. ما قبل العملية احنا بنتعامل مع مريض عنده ورم، وبالتالي نقطة مهمة قوي ان ما ننساش ان احنا مريض عنده ورم. في ناس بتبص للورم، يعني كتير بيجي لي اهل المريض يقول لي احنا مش عايزين نقول له، فجايبين لي الاشعاعات بس او التحاليل بتاعته، ده ينفع تعمله عملية ولا لا؟ البداية دي مش صح. لازم اتعامل مع شخص على بعضه، يعني ممكن تبقى الاشعاعات والتحاليل تقول ان ينفع يستحمل العملية، ولكن عن جنرالي بصفة عامة حالته العامة ما تتحملش العملية. بره في حاجة اسمها performance state وليها سكور معين، دي السن بتاعه والحاجات، ضغط والسكر والحاجات، أرقام بنحسبها بحيث في الآخر أقول المريض ده يتحمل هذه العملية فعلا بصورة أمينة ولا لا. ودي نقطة مهمة قوي، ساعات بتبقى يعني مزد مننا كده كدكاترة، إن أنا بتعامل مع المرض مش مع المريض بس. لا، دي العمليات الكبيرة لازم أقيم الورم وأقيم المريض وأقيم العملية، وأنا عارف جوه العملية إيه اللي هيحصل، يعني متوقع من حجم الورم ده أنا هعمل إيه جوه العملية. فهل المريض هيتحمل الحاجة اللي بقولها دي ولا لا؟ كتير بيجي العيان أشوف الحاجة بتاعته أقول له أه ينفع عملية، لما يجي للمريض أقول له لا ده ركب له دعامة مش هيستحمل العملية. فقرار من الأول خالص إن أنا أدخله عمليات ده قرار مهم جدا. الخطوة اللي بعديها الورم نفسه، هل الورم ده ينفع يتشال ولا ما ينفعش يتشال؟ ينفع يتشال دي مفروض برضو كنا زمان القرار ده بناخده جوه العملية، لا دلوقتي مفروض بنسبة
95% بيتاخد قبل العملية. أنا فاكر ما كنت سافرت ألمانيا على الحتة دي بالذات، لقيتهم بيعملوا خطوة في أول العملية خالص يقصوا الاثنى عشر. هو أول ما قص الاثنى عشر ما هاش فيه رجعة، يعني ما ينفعش إن هو يرجع في كلامه ده، مش تنفع العملية، ودي عملها في أول عملية خالص. فبسأله قلت له أنت عملت كده، أنت لازم هتكمل، مين اللي قالك أنا هكمل؟ قال لي لا، تكمل أو مش هتكمل دي قبل العمليات. وإحنا جوه العمليات مفيش القرار ده خلاص، طالما خدنا القرار من قبلها بالأشعاعات إن إحنا هنكمل يبقى إحنا لازم هنكمل. دي بنسبة نقول 95% فعلا. المشكلة العملية دي كلها بتاعت البنكرياس علاقة الورم بشريان ووريد مهمين جدا. الوريد اللي هو بياخد الدم من الأمعاء يوديها للكبد، والشريان اللي بيغذي الأمعاء. لو كنا شفنا في رسمة هتلاقوا إن هما لازقين فيهم بعض. دايما أنا عايز أشوف علاقة الورم بالشريان والوريد في ثلاث سيناريوهات ليها. أول سيناريو جميل جدا إن هو ملوش علاقة خالص، هو بعيد عن الشريان والوريد، وده أحسن السيناريوهات. السيناريو الثاني لا، ده حوط الشريان والوريد، بس حوطه ديت بنقسمها إحنا بالأشعة، هو حوطه 180 درجة ولا أقل من 180 درجة. لو أقل من 180 درجة لا ممكن العملية، أكتر من 180 درجة نبتدي نقول بقى ينفع ولا ما ينفعش. الفيديو ده بيورينا دي قبل ما يعني دي خطوات العملية ببساطة كده. يعني كشرح بسيط ان احنا هنشيل ايه فيها عشان ده اللي بنقوله عليه. ده الجزء اللي شلناه اللي هو رأس البنكرياس بالاثنى عشر، مكمل معاه حتة من المعدة ومكمل معاه حتة من الامعاء، والقناة المرية داخلة في النص فشلناها مع المرار. وبعد كده بجيب الامعاء هيت اوصلها بالبنكرياس، اوصلها بالقناة المرية، ثم اوصلها بالمعدة. دي ببساطة خطوات العملية نفسها. فالجزء التحضير قبل العملية زي ما قلنا، أنا عايز أعرف العين ده هيستحمل العملية ولا لأ. النقطة الثانية، الورم ده هينفع يتشال فعلا ولا لأ. النقطة الثالثة، التوقيت. هل أنا مفروض أعمل عملية دلوقتي؟ ده أحسن وقت للمريض دوت، لأن ممكن يبقى الورم حجمه كبير شوية أو محوط الشريان، لأ ناخد كيماوي فيقل شوية فأقدر أخش في العمليات، أو أقول لأ ده أنا أخش دلوقتي. كل واحدة فيهم دي فيها مميزات وفيها عيوب. الحسبة دي حاجات كتير قوي بنحطها في دماغنا واحنا بنتكلم. دي الرسمة اللي كنا بنتكلم عليها، حتة علاقة الورم بالشريان. إما أول حاجة فوق دي بعيد عنه خالص، وده أحسن سيناريو. التاني ده حواطه. بس قبل معلش يا فندم، إحنا هنا عندنا حاجة حمراء وحاجة صفر. حاجة الحمراء هي إيه؟ الشريان. والله والأصفر ده الورم نفسه. بما لو في الصورة الأولانية ده جميل جدا، ده بعيد عنه فده سهل قوي في العملية. الصورة الثانية حوطه بس ما عداش ال 180 درجة. الصورة الثالثة عدى ال 180 درجة. تفرق. الثالثة ديت لا، لو ده شريان مش هينفع، لو وريد نتكلم فيها، فيها نقاش شوية. لأن ممكن أقصه وأوصله. لكن الثانية ديت في الغالب هينفع. فقرار إن أنا آخد كيماوي أو ما آخدش كيماوي دي برضو قرار صعب جدا، بالذات عندنا في مصر. لأن أبحاث بره بتتكلم عن النقطة دي كتير، بيحبوا يدوا كيماوي في عيانين كتير وبيصغر. الحقيقة مع نقاش مع دكاترة الأورام عندنا، من وسط كل 10 عيانين خدوا كيماوي 2 أو 3 اللي بيستجيبوا، و7 8 ما بيجيبوش نتيجة خالص. بعضهم بيكبر مع الكيماوي، مش عارف إن كان مشكلة في نوع الورم اللي عندنا، مشكلة في المريض، مشكلة في إيه. لكن في فرق فعلا ما بين الوضع بتاعنا والوضع بره، وبالتالي مش هنقدر نطبق الكلام بالظبط اللي بناخده بره ان هو علينا في مصر. لا، فيما يتعلق بالكيماوي، في الكيماوي بتاع البنكرياس اللي قبل العمليه ده بتاع البنكرياس بالظبط. هنا الصوره دي، هنا ده الورم، هنا شايفينه ضاغط على الوريد البابي اللي هو بيغذي الكبد، يكاد يكون قافله اكتر من 50%، اللي هو الورم اللي حته الصفراء، الحته الصفراء اللي في النص دي في ضغط على الازرق. ضغط على الازرق بالظبط، ده الوريد اللي بياخد دم من الامعاء ويوديها الى الكبد. دي من ضمن الصور صعبه شويه عندنا في العمليه، ليها تكنيك ويمكن نشوفه اثناء العمليه نفسها. الورم طبعا الاصفر بيتكتب عليه حرف تي، اختصار تيومر بالظبط. فده الجزء اللي قبل العمليه. لو احنا جزء قبل العمليه ده اخترنا مريض صح، واخترنا توقيت صح، وتحضير صح، ساعتها نقدر نقول هنروح للستيب اللي بعديها او الخطوه اللي بعديها اللي هي قط العمليات. طيب الصورة دي ما قبل العملية برضو. دي برضو عايزين يورينه العلاقة ما بين الورم
والوريد والشريان. الأزرق ده الوريد البابي، والشريان ده الشريان اللي هو بيغذي الأمعاء. أول واحدة فوق دي خالص ده بعيد عنه، ده السيناريو الجميل. التاني لزق فيه شوية، التالت ده فوقه مباشرة، الرابعة دي أجزاء لو هو في دي البنكرياس، ودي هتبقى سهلة لأن هي بعيدة عن الوريد والشريان. دي كلها قبل العملية، ده كل ده قرارات بناخدها قبل العملية بناء على الأشعة، بندرسها باحتمالاتها كلها، بنشوفها الصور دي. حتى كمان يعني الأشعة المقطعية، أنا مثلا لازم أقول للمريض هات لي السي دي بتاع الأشعة المقطعية، مش مجرد الأفلام، لأن العادي إن العام بيتصور مثلا 3000 صورة، هو بيطبع من 3000 دي 100، مش لازم يكون الصورة أنا عايزها موجودة في 100 دول، لأن أنا المقطعية دي عبارة عن مقاطع، أنا عايز أشوف في كل مقطع فعلا الشريان فين والوريد فين. ممكن أنا وأنا بمشي الصور كده ألاقي صورة لا مزنوق في الحتة دي، أبقى عارف إن أنا جوه العملية في حتة هيبقى الورم داخل في الوريد أو الشريان. فعشان كده عمرنا بنعتمد على تقارير أشعة، ويفضل لازم يبقى معايا السي دي بتاع الأشعة وتقعد تدرسها. يعني نحتاج نتفرج وقت عليه، ساعات بقول للمريض سيب لي السي دي وتعالى لي المرة الجاية هقول لك هينفع عملية ولا لا، لأن أنا عايز أقعد نص ساعة أدرس الأشعة دي لوحدها عشان أقدر أخد قرار صح فيها. ده كل ده ما قبل العملية. لما نخش جوه بقى العمليات، إيه الأسرار بتاعتها؟ هي حاجتين، جراح وتخدير. والتخدير ده دور مهم جدا جدا، اكتر من ناس كتير متوقع. يعني انا ما اقدرش اشتغل غير مع اشخاص معينين هم فاهمين احنا عايزين ايه في العمليه دي بالذات. العمليه دي بتطول، ناخد 4 ساعات لو عمليه سهله قوي، 8 ساعات لو صعبه، فمتوسط نقول 6 ساعات. المشكله ان لو العيان ده خد محاليل في ال6 ساعات دي كميه، على اخر العمليه الاقي الامعاء فيه تخينة من كتر المحاليل اللي خدها، وبالتالي التوصيلات اللي أنا هعملها اللي هي في آخر العملية مش تبقى مظبوطة، لأن أنا بوصل في جدار تخين، بعد شوية الجدار ده هيرفع لما المية تروح منه يحصل تسريب. فمين يقدر بقى يظبط لي القصة دي؟ ده دكتور تخدير شاطر جدا جدا، إنه محتاج يدي العيان أقل كمية محاليل، ما تعمليش مشكلة وتحافظ على الكلى وتحافظ على ضغط العيان. فميزان صعب جدا، مش أي حد بيعرف يعمله. عشان كده ساعات بقول لهم لا، العمليه دي بالذات لازم اعملها في المكان الفلاني مع التخدير الفلاني مع حفظ. يقول لي طب ما اصل في دكاتره كويسين. ده اقول له لا، انا عارف، انا بقول لك ايه، لان دول هو اللي هيقدر يريحني انا كجراح لغايه اخر العمليه. الناس ما تبقاش واخده بالها ان ممكن التخدير يبوظ لي انا العمليه. البالانس ما بين ان انا هدي محاليل قد ايه تحافظ على ضغط العيان، وفي نفس الوقت ما تعملش حمل. بالظبط. ودي كتبدو انها حاجه سهله، لكن هي تنفيذا في منتهى الصعوبة، ومحتاجة أجهزة ومحتاجة خبرة كبيرة جدا من دكتور التخدير ده. فده جو قطعت التخدير ده نمرة واحد. الجزء الثاني الجراح نفسه. الجراح لازم يبقى عنده شوية حاجات. أول حاجة هو هيشيل الورم. لما هيجي يشيل أنا محتاج منه حاجتين في شيله، يشيله بطريقة آمنة ويشيله كاملا صح. كلام يبدو سهل بس هو وراء حاجات كتير قوي. كلمة آمنة ديت يعني هو يقدر يعرف ان هو يعمل توصيل لوريد البابي، لو قصه يرجعه تاني. لو الورم ماسك فيه اقدر قصه. الحالة دي مثلا ده كان ورم في الراس البنكرياس ماسك في الوريد البابي. الطريقة هنقص الوريد البابي بالكامل ونعمل نوصله حتتين في بعض تاني بعد ما كنا قصينا الجزء من الوريد البابي اللي ماسك في الورم. المشكلة ان عشان كده بقولهم دايما ما حدش يشتغل العملية ديت غير شخص يقدر يتعامل بخبرة كبيرة في الوريد البابي وفي الشريان. يعني مش ان هو يعرف يوصله بس، لا، ده انت لازم تكون وصلته 200-300 مرة قبل كده. لان انت مطلوب منك في العملية دي لما توصله ما تاخدش اكتر من 10 دقائق، لان الامعاء مش هتستحمل ان انا قافل الدم عليها فترة طويلة. فانا محتاج مش ان انا اعرف اوصله بس، لا، اعرف اوصله وبسرعة وبطريقة مظبوطة. عشان كده الجراح في الحتة دي مهم جدا جدا، حتة ان هو هيشيله بصورة امنة، دي الجزء التكنيكال بتاعه. الحاجة التانية الورم بيبقى دايما لازق قوي في الوريد والشريان زي ما قلنا. لما اجي اشيله في ناس كتير بيروح خايف من الوريد والشريان يحصل لهم حاجة فيروح قصص الورم من جنبه. الحتة اللي بتتساب دي اكتر سبب لارتجاع الورم. عشان كده عشان نشيله ده انا لازم اخد الوريد والشريان واحدفهم شمال خالص بعيد وقص من تحتيهم. مش هتقدر تعمل الحركة دي إلا وانت مطمن إن لو حصل مشكلة هتعرف تتعامل مع المشكلة ديت. فدي الجزء الشيل نفسه المهم.
الجزء الثالث الأخير في العملية هو التوصيلات. التوصيلات زي ما قلنا جزء منها هيعتمد على التخدير، إن هو ريحني، إن إداني الأمعاء بدايتها زي نهايتها، بداية العملية زي نهاية العملية. السر الثاني اللي هقوله ويمكن دكاترة كتير مش مقتنعين بيه، أو يعني في ناس كتير ما تاخدش في دماغها الحتة دي، إيه أهم توصيلة في العملية؟ كل الناس عارفة إن أخطر توصيلة هي توصيلة البنكرياس. الحقيقة لا، أنا في رأيي إن أخطر توصيلة القناة المرية مش البنكرياس، رغم إن الأصعب البنكرياس طبعا، بس هي الفكرة لو عيان حصل له تسريب في قناة البنكرياس لوحدها في الغالب هيعدي مش هيحصل حاجة، لكن لو حصل تسريب في قناة البنكرياس وتسريب من القناة المرارية، العصارة الصفراوية لما بتيجي على عصارة البنكرياس بتعمل لها اكتيفيشن، يعني بيحصل تفاعل تنشيطي، تنشيط ليها، فساعتها هيروح واكل كل الانسجه وبوظ كل التوصيل، تحول لميه نار بالظبط، وساعتها مش هتبقى مش هينفع تسيطر عليها. فعشان كده على الرغم ان القناه المراريه قد تبدو توصيله سهله، بس لا، دي اكتر توصيل لازم تعملها بحرص شديد جدا، عشان حتى لو حصل لا قدر الله تسريب في قناه البنكرياس ودي ما حصلهاش حاجه، العيان هيعدي. لكن لو اتنين سربوا في الغالب عندنا مش هيعدي. فدي الحاجات التكنيكال اللي احنا او الحاجات الصغيره اللي احنا نهتم بيها قوي في العمليه دي، ودي من ضمن اسرار نجاح العمليه ديت. توصيلات، بدقه التوصيلات دي كلمه مهمه جدا. توصيلات ان انا هوصل الاشياء التي قد قطعت بالزبط. سواء القناه البنكرياس، اللي لو رجعنا لفيديو المبسط لفكره العمليه احنا شلنا وفي جزء من قناه البنكرياس هتبقى موجوده بالظبط، لازم ناخد امعاء نوصلها. طبعا التكنيكس بتاعتها مش هنخش فيها، لكن ليها يعني طرق كتيرة. يمكن أفضل طريقة بتوصل زي أربع طبقات. الفكرة برضو إحنا شغالين بتحتاج لازم خيوط معينة، بتحتاج كميات كتيرة قوي بجودة عالية قوي من الخيط، لأن أي محاولة توفير في العمليات ديت نتيجها كارثية. العمليات الكبيرة دي ما ينفعش نص نص، لازم تتعمل كويسة. يعملها مجاني في الدمرداش ما عنديش مشكلة، يعملها برة بس بفلوس كتير شوية، بس لان ما تستحملش ان انت توفر في الحاجات دي خالص. ما ينفعش اقول بقى انا هجيب خيط بالظبط مثلا، يعني ما ينفعش، او الات نص ونص او تخدين نص ونص، الكلام ده كله نتائجه كارثيه. فالعين يقدر لازم تحط افضل خدمه طبيه للعيان ده، كفايه العمليه كبيره، ما تحاولش تصعبها على نفسك بحاجات ثانيه. هي ويبل اشهر عمليات في كتب الجراحه، اشهر نوع، يعني كلمه ويبل هي اشهر طبعا حاجه درسناها في الجراحه على الاطلاق. يعني العملية إذن ده احنا كده خلصنا كل الأسرار ولا لسه فاضل؟ كده نقول جوه العملية. بعد العملية الأمور بقت سهلة شوية. بعد العملية هو دور أساسا للجراح إن هو بيتوقع المشاكل اللي ممكن تحصل ويحاول إن هو يتفاداها قبل ما تحصل. يعني أنا عارف مثلا إن أول يوم أنا خايف من النزيف، فعيني على العيان على النزيف من درانق، من علامات حيوية، من حاجات زي كده. ضغط دم، نبض، ضربات القلب، كل ده هي علامات حيويه تشير للنزيف. لو بدا ينزف هتلاقي ضغط دمه انخفض وضربات قلبه سرعت بالظبط. بعد يومين ثلاثه انا ابتديت اخاف من جلطات الرجل وخايف من نفسه، لان احنا الفتحه بتاعتنا بتبقى كبيره شويه، والعيان دوت مش هيعرف ياخد نفس للاخر، وبالتالي ممكن شويه افرازات تتراكم في صدره. فلازم من اول يوم يبتدي في تمارين النفس، جهاز ينفخ فيه او يشفط فيه فيفتح الرئه، لو ما فيش الجهاز بالونة ينفخها، مجرد النفخ ده بيفتح الرئة فيمنع المشاكل دي. جلطات الرجل لازم أبتدي أدوية السيولة من يوم العملية بالليل لو أنا مطمن، ولازم العيان يتحرك، ولازم أحط له شراب للدوالي، ولازم جوه العملية بيبقى فيه حاجة اسمها كاف بامب، يعني حاجة مضخة على الرجلين تمنع التجلط، إنها كل شوية بتنقبض كأنه هو بيجري جوه أوضة العمليات عشان أمنع الجلطات. كل دي حاجات صغيرة، إحنا ساعات شفنا كتير عيانين فقدناهم بحاجة واحدة من دول، نسي ياخد دواء السيولة أو ما حركش رجله كويس، جات له جلطة في الرجل طلعت على الرئة موتته. بعد كده على اليوم الخامس أنا عيني على التسريب. حصل تسريب لا قدر الله من قناة البنكرياس، حصل تسريب من قناة المرارية، على طول نتعامل معاه. يعني في دايما كلمة كده بتتقال بره يقول لك اللي بيموت العيان مش المشاكل الجراحية، ولكن إنكار الجراح للمشاكل الجراحية. مش الكومبليكيشن، دينايل اوف كومبليكيشن، ان هو العيان ابتدى يسخن، اصل هو صدره وحش، طب اصل هو بطنه وجعاه، اصل هو متجرح اللي وجعه، دفن الراس في الرمال بالظبط. لا، انا عندك مشكله في العيان، اول حاجه تحطها في دماغك
مشكله في العمليه عندي. ما تطلعش هي مش مهم، بس اوعى ان انت يبقى عندك انكار، لان ده الاخر نتائجه اللي بيتحملها المريض فعلا. ولما يحصل مشكله تتعامل معاها وبشده، يعني عندما محتاج يتفتح يتفتح. طب انا اعمل له عمليه كبيره هفتحه تاني، افتحه تاني مش يحصل حاجه. ولكن اوعى ان انت تخاف تعمل حاجه لحسن يتقال كذا. لا يكونش عندك بيسموها احنا يكونش عندك كونسيدريشن معينه غير طبيه. ايوه اللي هي الاعتبارات بيسموها اعتبارات جنونيه، يعني انا بسميها دايما اعتبارات جنونيه، تعرف تدل على الجنون اللي هو هيتقال عليا. ما انت لو روح العيان متى مش هيتقال عليك، انت هتروح في السين ده وهيتقال عليك ساعتها اسوء الاوان. والمريض بيتفهم ان انت بذلت معاه اقصى ما عندك. بالظبط، يعني عمر ما مريض بيشتكي دكتور وهو حاسس ان الدكتور ده عمل اللي عليه وما قصرش في حاجه مهما كانت نتيجه العمليه دي. دي هي الاسرار. بالظبط، والنقطه الاخيره دي يعني نحطها في اسرار نجاح كل جراحات الجي اي تي كله بلا استثناء، كل الجراحات اللي هي عدم اخفاء الراس في الرمال وانكار علامات التحذير. انك انت عامل ازاي بالظبط، يعني قاعد في مكان في انذار بالحريق، لا 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 تلاقيه بايظ انذار في بدات رشاشات المايه بدات تشتغل، لا لا تلاقيها باظت لغايه لما الولع تيجي في وشك. في اي شيء تاني مهم في هذه الجزئيه تحب؟ لا يعني نقول دي كده ملخص سريع. طبعا كل خطوه من دول ليها تفاصيل طويله جدا مش هنقعد نشغل ناس بيها، لكن دي الخطوط العامه نقول الموضوع. يعني الملخص اذا هو العمليه كبيره نتائجها تبقى كويسه جدا ان شاء الله، ولكن عباره عن سلم لازم تاخده خطوات. لو نطيت سلمتين هتتكعبل وهتكعبل العين معاك، فامشي خطوه خطوه، كل خطوه تاخد حقها لاخرها، نوصل ان شاء الله للسلام. واحنا في الحلقه كل خطوه ما قبل العمليه قعدنا نتكلم فيها، فانا اعتقدت ان هي دي تكمل الاسرار في المنطقه دي. لما دخلنا العمليه التخدير خد الكلام، فقلت بس هو بقى هو الاسرار في الحته دي. لما دخلنا في العملية قلت بقى تمام دي بقى الأسرار خلاص وخلصنا. بعد العملية لوحدها أسرار في حتة تانية وكبيرة وكثيرة جدا، فهي عملية الأسرار واضحة جدا كلها على بعضها. كالعادة بنستمتع بهذا اللقاء استمتاعا كبيرا جدا على مستوى البطن كمان، ده مهم جدا. ضيفي العزيز القمة العلمية والجراحية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار كان كعادته مبدعا في واحدة من أرقى حلقتنا. يبقى أو تبقى أورام البنكرياس منطقة علمية شديدة الوعورة، حذاري أن تمر فيها بدون أن تتعلم كل شيء. هذه all or none rule، لا تقبل إلا الكل، إنك تكون فاهم كل حاجة أو لا شيء على الإطلاق، ما فيهاش منتصف المسافة. هذه ليست منطقة منتصف المسافة على الإطلاق في العلم، لإما أنت كلك فاهم كل حاجة وبتعمل كل حاجة صح 100%، لو 1% غلط هتتقلب الدنيا إلى منطقة مخيفة للغاية لن تسمع فيها إلا عويل الذئاب. لا تكلك، خليكم مع الناس الحلوة.